الله يعيش الله ما شاء الله تبارك الله. هيا قال لك حقوق الإنسان، يعني هي تحافظ على الإنسان أحسن منا، إحنا نحافظ على الحيوان وعلى الإنسان سواء. حتى الحيوان نجعله كأنه من جهلها ما شاء الله، حتى الحيوان عينه الحيوان عندنا نجعله من جهله كأنه واحد من جهله، نهتم فيه ونلاعبه ونرضعه ونشله ونحطه، عاد هذه تحافظ عليك على حقوق الإنسان. احنا لا بقينا انسان ولا حيوان الحمد لله، حافظ عليها كل المحافظه. عين العجل هذا ما شاء الله حافظ عليه والله كانه واحد من الجهه اللي عندي ارى. ما هو عادك تبغى من محبتنا للحيوان والانسان كلها، لان عندنا عاطفه، المسلم عنده عاطفه في قلبه. ما عاد هيجي لهم كافر هذا ولا خارجي، اذا هيجي قال لك انه عنده رافه ورحمه بالانسان ولا بالحيوان، والله ما في الا بكذب. يقتلون الناس ويدمرون ويتكلمون باسم الاسلام